لا يا ريس، خليك قاعد. يا اهلا وسهلا بك، تفضل ارتاح. شكرا يا باشا. احنا دلوقتي عايزين نبقى ناس محترمين ونتعامل مع بعض بطريقه شيك، لان انا في امكاني اني اوقفك واذنبك، لا وفي امكاني ان انا اعلقك على الباب. ليه بس يا باشا؟ ليه بس يا باشا؟ لانك مش عاوز تتعاون معايا. قوم قوم لحضرتك. ايوه كده ايوه كده، بالتفاهم وبالود وبالإنسانية وبالذوق وبالشاي اللي هنشربه مع بعض أنا وأنت. قولي قولي إيه الحكاية؟ اتفضل يا باشا. طب مش تتفضل تشرب الشاي الأول؟ ما أنا خدت شفطة يا باشا. وهي شفطة تكفي رجل أمن زيك؟ خد لك شفطة كمان يعني. والله يا باشا أنا مش عايز أكلفكم وأغرمكم والله يا باشا. الله، شايكم حلو قوي يا باشا. طبعا احلى من الشاي اللي بيتعمل لك على بوابه المتحف. فكرتني يا باشا، عم صبحي بتاع البوفيه اللي في المتحف عندنا بيعمل لنا الشاي بجنيه، والمرتب كله كام، والواحد هيشرب كام شاي في اليوم. الحمد لله. قول لي يا ابني، انت متجوز؟ منين يا بيه؟ منين ده؟ انا حيالله عايش في اوضه معمر في الوراق، وانا اللي بصرف عليها من مرتبي اللي بيخلص بعد الشاي. انت متعلم لحد فين قلت لي؟ دبلومه بيه. يعني انت يا حبيبي مؤهل متوسط، مؤهل متوسط واقف على بوابه متحف تحتوي على لوح وعلى تحف وعلى اثار تقدر بالملايين. يعني ينفع كده يا رب؟ ايه يا سعاده البيه؟ يعني هيجيبوا ليه ولا خريج طب ولا هندسه يوقفوه على باب المتحف؟ ايه اللي ينفع ولا ما ينفعش ده يا بيه؟ انت يا ابني بتثبت لي ان الانسان اللي مش مناسب محطوط في المكان المناسب. فهمني يا بيه. تقدر تقول لي انت عرفت قيمه اللوح اللي انت بتحرسها دي كام؟ ما اعرفش يا بيه، انا اعرف اللي بيقولوا عليه. اللي هو ايه؟ اللي هو ان اللوح دي سمينه ولا تقدر بمال، وانها ثروه قوميه يجب الحفاظ عليها ولا يمكن المساس بها، و و كلام خطب مجحرس كده انا ماليش فيه يا بيه. وطبعا الكلام ده لف في دماغك؟ لا، انا حاولت افهم اللي قالوه خلاص. ودخلت المتحف عشان تتفرج على اللوح التي تقدر بالملايين، مش كده يا يا باشا؟ الطباخ السم بيدوقه. انا قلت اشوف ايه اللي لا يقدر بملايين وثروه قوميه، دخلت اتفرج على، لقيت واحد عامل كده وواحد عامل كده وورد ولوحه مشخبطه. بالك يا باشا، انا اللوح دي لو علقتها على حيطه بيتنا كانت امي تعمل، كانت بهدلتني يا صدماني يا عدمنجتك البلا. ايه اللوح اللي جايبها لنا دي؟ هات لنا ناكل ونشرب. هي اللوح دي بتاكل وتشرب والله يا بيه. يعني انت فكرت في كده انك انت تاخد اللوح تعلقها في البيت تفرجها لامك؟ لا يا بيه، لا يا بيه، اعوذ بالله، ده انا ببسط لمعاليك. انما اللوح دي يا بيه والله عمري ما فكرت فيها. ايه اللي خلاك تفكر ان انا هسألك السؤال ده؟ يا بيه انت عايز مني ايه يا بيه؟ يا بيه انا مش امن لوحدي، ده انا فرد امن من 17 فرد امن بيحرسوا المتحف. لا وايه؟ بالصدفه يوميها يوم سرقه اللوحه ولمده شهرين حضرتك ما اتنقلتش من قدام بوابه المتحف، وبالصدفه الكاميرات تعطل، وبالصدفه اجهزه التسجيل هي كمان تعطل، وهو ده السؤال اللي انا عاوز اجابه عليه. طب ما تجاوب عليه يا بيه ونخلص. اجاوب عليه ليه؟ وانا جايبك هنا عشان اتصور معاك. يالا من ساعة ما نزلت وهي ماشية على البحر وبتتكلم في التليفون. طبعا انتي صعبة تسمعي هي بتقول ايه. طيب طلعي انتي فوق دلوقتي الشقة وحاولي تراقبيها، ده لو عرفتي تشوفيها اصلا. ماشي، انا هكلمك بعدين. يلا باي باي. ايوه يا مستر، بيتا تحت السيطرة والاجانب واضح ان الزهرة مضايقاهم او مش فاهمين. ايوه هم طلبوا المقابلة وانا قلت لهم يوم او اتنين كده.
انا بقترح ان انا اقابلهم الاول وبعدين اسلمهم لحضرتك. طب اوكي اوكي ميرسي، باي باي. شاطرة قوي الهام دي. بس في حدود انها ما تتصرفش من دماغها. وبيتا لما تقابل الكوريين المثلث هيكون اتفهم بالنسبة لنا، وسارة ذكية وهتفهم. بيتا دي شطان، انا متأكد انها هتلبس سارة دي في الحيط. انت معجب قوي ببيتا دي. بص برضو البنت يعني فيها منك شوية كده. بس صفقة المخدرات اهم. ركز كويس قوي 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 وقول لي الست دي شكلها ايه بالظبط؟ ودتك كام؟ الله العظيم يا بيه، والمصحف دي ما كانتش اكتر من معلومه طلبتها مني. وهي دي معلومه عاديه؟ انت عارف الموساد لما جاسوس من عندهم يقول لهم ان مصر بتستورد دواء معين، عارف بيعملوا ايه بالمعلومه دي؟ ما بتعديش كده طبعا، بيحللوها وبيشوفوا مدى اثرها ايه على مصر، سواء بالسلب او بالايجاب. وبالمعلومة بتاعت الميكروفونات بتاعت المتحف انت كده سلمتنا للست دي. قولي بقى الست دي اديتك كام بالظبط اللي انت بتحبها؟ يا بيه والله العظيم كمان خليك بحبها، والله العظيم ابدا يا بيه، ده كل اللي الست دي عملته جت للمتحف وقالت لي انها عندها شركه وعايزه تقدم بطلب لاداره المتحف لتظبيط وتغيير الكاميرات والميكروفونات والحاجات دي، مش اكتر من كده يا بيه. ولا ما تعبنيش معاك، الست دي ادتك كام بالظبط؟ 2000 جنيه يا بيه. حتى لو اعتبرت انها ادتك نص مليون جنيه. والله ما حصل يا بيه. مش مهم عندي الفلوس اللي انت خدتها، ان شاء الله تكون خدت منها 10 مليون جنيه. انا المهم عندي حاجه واحده بس. الست دي شكلها ايه؟ اوصافها ايه؟ احكي لي عنها كل حاجه بالتفصيل الممل. هي كانت ربعه كده لا يا حبيبي. ما تتكلمش دلوقتي ولا تحكي اي حاجة. انا هدي لك رزمة ورق وقلم وتكتب فيه كل اللي انت عايزه، كل اللي انت تعرفه عن الست دي، ولو حكيت لي كل حاجة بالمظبوط هرجعك لامك واعتبرك شاهد ملك. شاهد ملك؟ وده كويس يا بيه. مالكش دعوة، دي حاجات مالكش دعوة بيها. الست اللي الراجل بتاع الامن دي كتبها تنطبق على الست اللي احنا شفناها، اللي هي مرات الرسام العالمي سرور. نفس المواصفات، هو بيكتب لي انها حوله، والست فعلا كانت حوله، ونفس الطول والجسم والرجلين. وطبعا الست دي اختفت. طبعا يا فندم اختفت. بس على فكره يا فندم، انا لما رحت اوصل سرور ساعتها لقى جواب وقراه، وكان مكتوب في قلبيه ان هي طالبه الطلاق، وتقريبا سابت البدرون وخلعت. كده تبقى القصة اكتملت. بس الست دي راحت فين يا ترى؟ فين يا فندم؟ يخلق من الشبه البعين. سرور قال الكلمة دي لما سألته وانا واقف معاه، قلت له انت تقرب لحد من رجال الاعمال؟ وده هيفيدنا بحاجة؟ هيفيدنا في حاجات كتير قوي،
بس المهم دلوقتي عندي انك انت تاخد بالك من الراجل بتاع الامن اللي اسمه اسلام ده، تاكله كويس قوي وتريحه كويس قوي عشان ناخد منه كل اللي احنا عايزينه. قوليلي ما شفتيش هي قاعده مع مين؟ كان صعب ادخل، كان احتمال قوي ان هي تشوفني. البار ده شكله مش كبير، سهل قوي كشف اللي داخل. فعلا. الو، خددنا عليك. وبعد التحقيق رحت فين؟ اختفيت، حبيت ارجع لشكلي الطبيعي بعد ما اعرف ان مفيش حد بيراقبني. قعدت في شقه الهام. يعني الهام كانت عارفه انت فين؟ ايوه، سالتها كتير قالت لي ما اعرفش. ما كانتش عايزه تديكي اي معلومه لانها كانت شاكه فيك. ايه؟ ايوه، وعرفت تنقلي انا الشك ده. وانت كمان شاكك فيا؟ انا عارف انت مين، ومن اول يوم جيت فيه، والاماره من ساعه كنت في بار الغردقه مع الاجانب. ها، كنت معاهم مش كده؟ لما انت شاكك فيا اتجوزتني ليه؟ كنت مع الاجانب ولا لا؟ ايوه. ليه؟ كنت بحميك. بحميك دي زي بحبك يعني، ولا تبقى ايه في قاموسك؟ لو قلت لي مين سرق الزهره هقول لك كنت بحميك ازاي. اللي سرق الزهره انتي، وبتاع الامن عارفك شخصيا، خد منك فلوس كتير عشان ما يبلغش عنك بلاغ صغير لامن الدوله، ياخدوك ويفسحوك ويلفرفوك ويبهدلوك. تحب تجربي؟ انت عايز ايه؟ عايز الحقيقه. لو انت جاسوسه وتشتغلي لحساب مين ده ما يهمنيش. انت جايه لي انا ليه؟ وعايزه مني ايه؟ ايه الهدف؟ طب هتسامحني؟ هطلقك وهترجع بلدك معززة مكرمة، ومؤخر الطلاق معاك امتو حسب المعلومة اللي هاخدها منك. طب عندك اعصاب تسمع اللي هقوله؟ زهرة الخشخاش اللي اتسرقت النوبة دي مزورة. زهرة الخشخاش اللي اتسرقت النوبة الاولى ما رجعتش، بس الحكومة المصرية عشان تغطي عن نفسها قالت للرأي العام ان هي رجعت، وجابوا واحدة مزيفة. لما عرفوا انه في من السويد جايين خبراء يعينوا، دبروا سرقتها قبلك. وكمان كذا. اتفضل يا حبيبي. ايوه يا سو. ايوه انا لسه صاحيه بشرب القهوه. امتى ده؟ نص الليل؟ طب ما كلمتنيش ليه؟ طب اسمع اسمع بس، اللوحة في اسبانيا. ايوه انا اعرف حد هناك هبعته. كاترينا. لا هي عارفة هتعمل ايه. مدام انا بشرح لها. لا هبلغك على طول. طب يلا مع السلامة انت بس. يلا سلام. كاترينا كاترينا، هي كانت بالكي ولا بالسي؟ ولا بينها بالكاف؟ كاترينا وخلاص. السؤال اللي محيرني، لو طلع كلام بيتا مظبوط ان اللوحه مزوره
تبقى مصيبه، ده انا اللي سرقت اللوحه مش الحكومه من غير ما اتفق معاهم. ده انا صرفت دم قلبي عشان اعطل الكاميرات عشان اعرف اسرق اللوحه. تبقى مصيبه دي. في تاكيد بتضللنا. طب لو لوحه طلعت سليمه يبقى السؤال هنا بيتا بتضللنا ليه؟ يعني انت ايه بتكرهيها ليه كده؟ دمها تقيل قوي. مش مشكلتنا. الباب مقفول وصعب تخرجي، وتحت في عربيه فيها اتنين تبع سالم بيه، لو نزلتي هيرجعوك. مش عايزين مشاكل لو سمحتي، ولما تحبي تتغدي قولي لي. امال شغالين فين؟ اديتهم اجازه. اه يبقى في حاجه خطيره. طب اقعد بس. انا تعبت خلاص، واخد الطريق ياسا من القاهره الغردقه لشرم. طب اسمع اللي هقول لك عليه. يا ساتر يا رب استر، انت كمان اوعي تقولي لي ان اللوحه مزيفه. هي مزيفه بعقل، دي عليها فرش لثلاث رسامين، ثلاثة اشتغلوا عليها، مش عشان تبقى بس طبق الأصل، لا، ده عشان الألوان تبقى ثابتة وما تتغيرش ولا تبهت ولا تسيح. ده كلام حقيقي؟ أنا جبت أعلى مستوى من الخبراء، وفي حاجتين دفعت فيهم فلوس كتير قوي، الكشف الدقيق وكتمان السر. طب احنا بقى هنكشف كتمان السر اللي عندنا ده ازاي؟ كتمان سر ايه؟ لا لا، اوعى تكون دخلت في التخريف. طبعا دخلت. كانت اللوحة اتسرقت قبل ما نسرقها احنا، يبقى مين؟ انا مين عشان ما اتجننش؟ بس كان حد مهم وعرف من المخابرات ان قابلت الكوريين عشان اللوحة والمخدرات. الله، يبقى مين؟ طب ما حدش حذرني ليه؟ ايه الحكاية؟ الحكاية اكبر مننا بكتير، وعند حد احنا مش عارفينه، حد اكبر من المخابرات والكوريين، اكبر مننا ومن اللي خلفونا، حد عايز اللوحة وبس. طب فطمين؟ طب اقول لك، سيبني الاول اروح اعمل فنجانين قهوه محوجه وبعدين نكمل كلام. قهوه محوجه يا برودك يا برودك. ايوه ايوه الهام. هم جم؟ اه صحيح. طيب بصي، خلي معادي معاهم بكره مش الليله. ها وبعدين لما اشوفك تبقى تحكي لي ايه اللي حصل بالتفصيل. اوكي، باي باي. ايوه يا باشا، سامعك كويس. حاضر حاضر، حالا وهبلغك. مع السلامة. انت خارجة؟ ايوه خارجة. انت مالك انت؟ طب انا زهقانة عايزة اخرج. خروج من هنا مش هيحصل يا بنتي. طب ممكن موبايلك؟ لا. طب بليز؟ لا. الله، يا حمار يلا. القرف ده. ده ايه الصباح المهندل ده؟ اسمعني كويس عشان ما نضيعش وقت، هنفوت دلوقتي على بيت البت ريم، هتكلمها وتقولها تنزل. هو في ايه بالظبط؟ شغلانه سوق، كل واحد فيكم هياخد باكو ونص. حلو، وهنشتغل ايه بقى؟ جواسيس. ايه جواسيس؟ ايوه جواسيس.
كلمه وكل همسه عاوز اعرفها. اتفقنا. يلا بينا. يلا. خد الطفايه ورحلهم شوفهم بيقولوا ايه. ماشي. يعني انتوا كنتوا عارفين ان اللوحه هتتسرق ولعبتوا مستر سالم. العبره في من يمتلك السلطه وهي اهم من المال. وده مهبط الفاظ. صباح الخير. هو في ايه؟ انتوا فين من الصبح؟ لا حضرتك البار ما بيشتغلش بالنهار، احنا شغلنا كله طول الليل، ده دي ورديه توضيب وتنظيف المكان. انا تحت امر حضرتك، تحبي تشربي ايه؟ انا اضطريت اجيب لهم حاجه ساقعه، ضيوفي برضو. احنا اسفين يا فندم. تحبوا تشربوا ايه؟ مشروب ساخن. مشروب ساقع. طيب هات لنا 3 جيلي. اتفضلي يلا مستنيه ايه؟ احنا كنا بنقول ايه؟ اللي من السلطه ده راجل ولا ست؟ ست ولا تسالي من هي؟ لان ذلك معناها الموت. ايه؟ سمعتي حاجه؟ كتير، ده بيقولوا كلام خطير جدا. هل تعلمي ان اللوحه لو حدثت لها حادثه ونريد ان نعرف لا نستطيع؟ هذا الكلام مهم جدا ولازم تسمعيه جيدا. انت مهمه لنا ولذلك نحكي لك. في ودنك اللي زي البطه دي. كنا بنقول ايه بقى؟ في ايه؟ لا اتفضلي يلا. كتير. أيوة يا باشا هي دي الحقيقة، عرفتها بالتمام والكمال. نعم؟ أيوة. لا ما تقلقش، ريم ورعوف دول بتوعي مفيش خوف منهم. نعم؟ حاضر هوديهم يروحوا يشتغلوا في المنتجع، بس لو حضرتك ترجع. حاضر هعمل كده طبعا لحد وصول. عارف. مع السلامة يا باشا. الفلوس هتكون معاكم بالليل ويمكن هديكم هديه مش على البال. هديه بقى؟ هديه ايه دي بقى؟ هقول لكم عليها في وقتها. يلا مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. باي. مزيفه وانت طلع عامله لك اكل، حد له نفسي ياكل؟ انت ايه مش خايفه علينا؟ الله، طب واحنا مالنا؟ احنا في السليم. سليم. انت عارفه مين سرق اللوحه؟ مين؟ ايد جامده قوي بس ايد تتبع السلطه العلويه. ايه اصحابنا؟ للاسف اصحابنا، بس الخيانه داخليه. من مين؟ الهام طبعا. لا يا شيخ، تصدق بالله زعلتني. في ايه يا سعاد؟ في ان الهام دي انت مش هتقدر تعمل لها حاجه خالص لانها عارفه اخبارك كلها. الهام دي انا ادوس عليها بصبع رجلي، البسها 100 تهمه، اخليها تدخل السجن مدى الحياه، مليون تهمه من اول التحرش الجنسي لحد تهديدي بالقتل. الله، طب ما انت جامد اهو، امال قلقان ليه بقى؟ اللوحه دي انا كنت حبيبها قوي، طالعه من عيني. يا لهوي، الاكل اتحرق. زهرة القلقاس على اللوحة وعلى سنينها. قابلت الأجانب؟
انا فعلا قابلتهم. انا ما اعرفش المعلومه وصلت لك ازاي، بس اللي اعرفه ان انت على علاقه بيهم وعلاقه حميمه قوي، واللي اعرفه كمان ان انت اللي سرقتي اللوحه. لا والله. ايوه يا حلوه الحلوين، وبتتريقي كمان يا درجه تانية يا درجه تالتة. ما لحقتيش كلك على بعضك، درجه عشرة انا هكلم سالم يطلع عينك. بتهمه ايه يا جميله؟ هو انا اللي شغلوني وجندوني عشان اضحك على الراجل واكل بعقله حلاوه واخليه يحبني ويتجوزني؟ ايوه اتجوزني انا، امال هيتجوزك انت يا بايره؟ وده بمناسبه ايه بقى؟ بمناسبه انك انت اللي خاينه وكمان بايره، والاجانب لحسوا دماغك وبتشتغلي لصالح الست في السلطه. سرقتي اللوحه وخدتيها وديتيها لها، وغيرتي طبعا شغلانه المخدرات من سالم للست اياها لعمله سويسريه في وديعه في بنك في سويسرا من غير مخدرات. انت بتقولي يا بت؟ بقول اللي انا عارفاه، ان اللوحه اشتروها الاجانب من الست اياها ب 200 مليون دولار وغيروها بالفرنك السويسري. انت قاعده لوحدك ليه؟ سرور بيه. لا خليكي قاعده، انا هقعد جنبك. هي ايدك ساقعه ليه؟ من هوا البحر. هوا البحر ولا اول ما بتشوفيني ايدك بتتلج؟ حتى ما هي البرد. ولا عشان بتحبيني؟ مش فاهمه تقصد ايه. انا راصد الموضوع ده من ساعه ما جيتي واشتغلتي معانا. موضوع ايه؟ انك معجبه بيا ونفسك تتجوزيني، واول ما اتجوزت بيتا ابتديت تغيري قوي. وايه لازمه الكلام في الموضوع ده دلوقتي؟ هو ده وقته. انا بجد مش فاهمه حاجه، ممكن تفهمني؟ بيتا برضه بتغير مني، ومن ساعه ما اتجوزتها مفيش سيره على لسانها الا انت. لسه لحد دلوقتي بتغير مني انا؟ بيتا دايما تشككني في اخلاصك ليا. انا عمري ما شكيت في اخلاصك اطلاقا، وبعدين كلنا بنغلط ساعات، انما انت لا. ولو كل الناس دي كلها حد فيهم جاء قال لي ان الهام بتخونك هقلع الجزمه واضربه بيها. ليه؟ هو حد قال لك حاجه؟ بيتا عميله الاجانب كانت دايما تقول لي الهام بتخونك. انا ما صدقتهاش. بص يا الهام يا حبيبتي، انت الحاجه الوحيده الحلوه اللي في حياتي، وانا حسبت لك حسن نيتي، انا هطلق بيتا وهرحلها من هنا نهائي. عشان افتح لك الفيلا ليه؟ ما انت فتحتها اهو. ليه؟ البيه هيطلق بيتا. احسن. وهيتجوزني انا. اوحش. طب بره 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 بره، ولا حتى طول عمري شغال خدام عند نسوان البيه لحاجه توجع القلب. انت متجوز ولا يطلق ولا يعمل اي حاجه؟ مالك يا شاب؟ حد قال لك الكلب وتقول عيد؟ يا سلام. طب والله لو اوريكم كلكم. احسنت يا جميل. الظاهر في حد على الباب. طيب اقفل واكلمك بعدين. يلا سلام. مساء الخير. اهلا. مساء النور. مش عارفاني ولا ايه؟ الصراحه لا. مش ورد وحضرتك سعاد هانم؟ حرم الرسام سرور واللي طلقته من بعض بسبب اللوحه، مش كده ولا ايه يا ابني؟ بالظبط يا باشا، هي تقريبا كده يا شبهها. شفت بقى البيبي بيقول لحضرتك ايه؟ تقريبا وشبهها. بص يا هانم، بلاش يا هانم. بص يا ست، انت لعب معايا انا مش عايز، وسواء كنت انت او مش انت، فالكلام ده هتقوليه في النيابه، مش كده يا اسلام؟ كده سعاده البيت. طبعا انت شفتها وعارفها قبل كده. ايوه يا سعاده البيه، جت ودخلت المتحف 5 مرات، حتى في الاخر قالت لي مع السلامه يا قنشطه. ايه؟ يعني ايه قنشطه بيه؟ اخلص. سمعتي؟ ايه هو بس يعني حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ انا بدور على اللي انا عارفه وانت عارفاه، زهره الخشخاش. يا باشا
زهرة الخشخاش اللي كانت متعلقة في متحف محمد محمود خليل كانت مزيفة مزورة، ولما رجعت بقى في المرة الأولانية، فاكر حضرتك المرة الأولانية سنة 89 السلطة طمعت فيها والهانم خدتها وخبتها لحد بقى ما دبرت موضوع سرقتها السنة دي. الهانم مين؟ لا كده الموضوع أكبر منك بكتير. وبعدين عشان نبقى صراحة مع بعض، أنا بجد كان نفسي أسرق اللوحة دي، لكن لما دخلت المتحف وخرجت زي ما هو بيقول كانت اللوحة اتسرقت. هو في ايه؟ ومين الهانم دي اللي أكبر مني؟ وايه اللوحة اللي اتسرقت ولا ما اتسرقتش؟ مزيفة ولا مش مزيفة؟ وايه حكاية سنة 89 دي؟ انت ناوي تجننيني ولا ايه؟ بصي بقى، أنا الله يخرب بيت اللوحة، على بيت تمنها، على بيت اللي رسمها، تهم الشعب المصري فين اللوحة دي؟ يلا بينا، تهم الشعب المصري فين اللوحة دي؟ سلام عليكم. سلام يا أنشطة. أنشطة في عينك. يبقى انا ضربت عصفورين بحجر، خلصت من الهام، سلمتها للسلطة منتحرة واعترفت بسرقة اللوحة وبعتها للأجانب اللي مش هيدخلوا مصر ابدا، والسلطة كسبت من اللوحة اللي انسرقت اللي محدش كسبه ابدا، ولوحة اتسرقت في مؤتمر صحفي علني وبالسلامة يا باشا. مال والسلطة والجاه وأحلى من الشرف مفيش. طب وأنا يا بيبي؟ للأسف يا روح بيبي هنمد الجواز سنة كمان وفي الآخر عديكي ورقة بنهاية المدة. وبكده قفلنا صفحة سرقة لوحة زهرة الخشخاش نهائيا. اللي سرقتها انتحرت واندفن معاها سر سرقة اللوحة. راحت فين وجت منين وإيه اللي وداها وإيه اللي علقها في المتحف؟ وما إن القصة خلصت نهائياً، قصة سرقة اللوحة، فأنا أعلن بدوري استقالتي من منصبي كمساعد أول لوزير الداخلية، وتسقط اللوحة على اللي اشتراها، على اللي باعها، على اللي فكر إن هو يعلقها. وأحب أن أضيف أن كلمة زهرة الخشخاش تعني زهرة القنب، والقنب ده اللي هو الحشيش باللغة العامية، فاللي هيسرق اللوحة يعني معناها ان هو يتقبض عليه بتهمة حيازة مخدرات. ملعون اللوحة وملعون اللي سرقها وملعون اللي هرب بيها وملعون ملعون اي حاجة. خلاص انا استخدت منصبي مع الف سلامة، وتغور اللوحة في 60,000 داهية، وانا هطلع حقيقتي في الموضوع ده من الاول. مع السلامة. مع السلامة.